أكيد أريج، وصلنا لفقرتنا الأخيرة. وفقرتنا الأخيرة اليوم مختصة بعالم الأطفال. كثير من الأهالي بيكونوا أو ما بيكونوا على دراية أو انتباه لمشكلات ممكن تتعرض أولادهم بالسنين الأولى من حياتهم وأثناء دخولهم للروضة. هالشي بيؤدي لظهور مشاكل كبيرة للأطفال بالمستقبل. يعني ممكن نور يظهر عند الطفل مجموعة من صعوبات التعلم يلي لازم ينتبه لها أكثر الأهل ويسعوا إنه يعالجوها. هذا الموضوع رح نسلط الضوء أكثر مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيكي خير. على شاشة الإخبارية. بالبداية خلينا نحكي، يمكن كثير من الأهالي بيعانوا بمشاكل كثيرة خلال دخول ابنهم على الروضة أو المدرسة، يعني السنين الأولى. بيقولوا لك انه مثلا ابني ما عم يتعلم، انه هذا الشيء طبيعي يمكن لانه كان في دائره معينه وانتقل لدائره اخرى، بس هذا الشيء بيستمر معه. يعني خلينا نحكي عن الاسباب الاساسيه، هي اسباب نفسيه، هي اسباب ما بعرف شو ممكن هلا تكون. في عندي انا جانبين بحكي فيه، اول شيء بخص الاهل والجانب الثاني هو اللي بخص الطفل. اول شيء كيف كأم او اب هيئوا طفلهم لدخول هاي المرحله، وكيف هن هيئوا نفسيتهم لحتى يمكن الاهم اوقات بيكونوا تماما اغلب بيأثروا على اطفالهم. تمام، وقت بتكون الفتره الاولى بالفصل للطفل عن اهله بنلاقي الصعوبه الاكبر، خصوصي لما بيكون عمر الطفل صغير، بنلاقي المشكله عند امه انه هي اللي قلقانه، وهي هو بيفوت بيشوف الالعاب وحدا من عمره فبيفوت على الصف فورا، هي لا بتكون واقفه عم تبكي ومصرة انه هو بده يشتاق لها، وهو بده يمكن هي بتزيد التوتر النفسي. تماما، فهي بتنقل له هذا الشعور وهو بصير بحس انه لا معناتها في شيء خطر جوا، لحتى هي كثير انفعلت وبدها يعني وهيك. فنحن هون بنحاول دائما نهيئ الام لهذا الموضوع ونعلمها كيف هي تهيئ طفلها، دائما تحكي له مو غلط، تاخذه على روضات وتورجيه جوله هي وياه، مو غلط ابدا. هلا كثير هذا متواجد، الانشطه اللي بتكون مسائيه او صباحيه وهي لمده ساعه، نشاط مسلي ومفيد بيقوم فيه الطفل. في عده نوادي صارت بتهتم بهذا الشيء، مو غلط عوده من عمر صغير اني ينفصل عني، لان انا هون بتظهر مشكله قلق عند الطفل، غير انه هو غير بيئته ودائرته الاولى اللي هي البيت، وثاني شيء تسليط الضوء عليه اللي بيكون بالبيت بيحكم انه هو طفل، هو مهضوم، هو كل ما نعمل اي تصرف ولو كان تصرف ممكن يكون سيء ضمن مجموعة، بس هو بالبيت حيكون كتير مرغوب، أو ممكن كلمات معينة بيقولها ما بيلفظها منيح، فهي حتكون مهضومة ولطيفة ومقبولة من الأهل، وأمه حتفهم عليه لو كان حكيه مو واضح. أما لما حيطلع للدائرة الأوسع اللي هي الروضة، فهو ما حيلاقي هاي الصعوبة إنه أنا لسه كلامي مثلا ما له واضح، فما عم بيفهموا شو بدي، فأنا ما عم بلاقي وسيلة أتواصل معهم. فممكن يظهر عندي سلوك عنت، سلوك رفض، سلوك حزن يمكن يصير معه، يكتئب، ينزوي، يصير ياخد، ما يكون اجتماعي. وهذا بيعطي مؤشرات بسيطة لبعدين انه ممكن يكون عنده قلق. هلا انا هون لسه ما فتت بالجانب الاكاديمي الاساسي اللي ممكن يكون عنده مشكلة فيه، انا عم بحكي مسببات عامة ممكن تنوجد لما ما بيكون الفصل صحي بالطريقة المناسبة واخذ وقته كاملا. لهون فانا بنصح الام دائما وقت اللي بتعمل هدول الجولات تشرح له وتقول له انه شو حبيت اكثر، طيب يلا خليك هون شوي، انا رح مثلا رح اطلع اقعد، خصوصي الاماكن اللي ممكن تماما. يمكن رندا هالنقطه كثير مهمه، يعني في بعض الاهالي بيروحوا مع اطفالهم على الروضه، الطفل اوقات يعني بيخربط بين عده مشاعر، اما انه امه موجوده معه برا، هو امتى ما بيقدر امتى ما بده ممكن يقدر يطلع لعندها، ومشاعر تانية انه هو امه ما عاد معه. هلا هم تنصح الام انه تيجي مع طفلها على الروضه ام لا تتركه من البيت لحتى يحس ويدخل بهذا الجو؟ هلا نحن في عنا عده نفسيات للام وللطفل. هلا اللي انا اكثر من حاله، ممكن يجي الطفل اول يوم فهو ما يسال عن حدا من اهله او الشخص اللي مرافقه، لانه شاف جو جديد والوان والعاب، فهو بيروح
بعد فترة بيوعى لهذا الموضوع فبصير عنده نكوس. تجي الأم بتقول إنه طيب أنا كان منيح بس بعدين صار ما عاد بده يروح على الروضة، إنه شو السبب؟ هو لا بيكون لسه خلص اكتشف المكان، ما عاد بالنسبة له صار في شيء إضافي يكتشفه، فبيرجع بصير بده يضل بالبيت ويضل مع أمه. في أطفال تاني من أول ما بيفوتوا على الروضة فهنان كتير بيبكوا، كتير بيتعلقوا بأمهم، كتير بيصير ما بدهم أبداً يعملوا أي شيء غير أنهم ماسكين فيها، وبصير بيطلع بقى عنده سلوكيات ممكن غير أنه البكي، ممكن يصير عنده تشنج سواء بجهازه الهضمي أو بصير بيصعد فبصير بيستفرغ. فهذا لما الأم بتخاف تسحبه فهو صار عنده هذا السلوك حيتكرر بكل مراحل حياته. لهيك يمكن لازم تبلش الأم تدريجيا يمكن بتوسيع تمام. الدائرة لدى الطفل، يعني مو فجأة بعد 5 سنين من يمكن الالتزام بشكل مستمر مع الطفل فجأة تفصله عنه، لازم يكون في مراحل تدريجية تمام. طيب خلينا هلأ نحكي عن يمكن المشاكل اللي بيعاني منها طفل مع بداية دخوله للروضة بصعوبة التعلم. في كتير يمكن من الخصائص ممكن يتعرض إلى هي معرفية لغوية حركية اجتماعية أو سلوكية، خلينا يمكن نحكي عنها شوي أو نشرح عنها شوي بشكل موسع ونوضحها أكثر. تمام، هلأ اليوم أنا رح أوضح لكم جانب كتير أساسي بهذا المجال اللي هو بنتقل منه للجانب الأكاديمي اللي هو الانتباه. متى ما الأم عرفت مثل ما حكينا أنه كل شيء بيكون تدريجي، متى ما هي بالبيت قبل ما تدخله على روضة بلشت تشوف انتباهه، نحن الانتباه له عمر بمر بفترات، أول فترة هو بيكون انتباه خاص لما بيكون بيبي هو فبيوجه انتباهه بخص بس الشيء اللي عم تحركي له إياه أو اللي لافت انتباهه أو وش أمه مثلا. بالفترة الثانية بيصير شامل، اللي شامل يعني هو فجأة بيكون عم بيطلع هون بعدين بصير بيطلع هون، بيكون عم بيلعب بلعبة معينة بعدين بينتقل على غيرها، فبتحسي كأنه هيك حركته زايدة متشتت، فهي الطبيعية بيكون عم بيكتشف. المرحلة اللي بعدها لازم يكون بقى هون صار الانتباه بالدرجة المناسبة، صار بيعرف يركز انتباهه على الشيء اللي هو لازم ينتبه له، هو اللي لازم ياخذ الفائدة منه ويتعلم فيه. إذا كان وصل لهي المرحلة فنحن أكيد حنحصل تعليم بكل اتجاهاته وطرقه وبالطريقة المناسبة. أما إذا كان علق تطور بعمره وكبر وضل انتباهه خاص فهون نحن رحنا بمجال مشكلات تواصل وتوحد وهيك مشاكل. إذا كان علقت فترة انتباهه بالانتباه الشامل فهو بيظهر عنا مشاكل التشتت وقلة الانتباه اللي هي حتكون جانب أساسي من صعوبات التعلم اللي بدها تلاحقه لبعدين فيها، اللي بتظهر بعدين أكاديميا بس هي بالأساس بتكون من هذا المنشأ اللي هو الانتباه والتركيز. طول ما انتباهه ما كان بالدرجة المناسبة فهو العلم ما حيفوت المعلومة وترسخ عنده ليصير عنده خبرة تراكمية، بالعكس هي حتمر مرور الكرام وما راح تثبت ولا راح تعطي خبرات إضافية لبعدين. يمكن هلأ صار وقت يعني نحكي أكثر كيف بتم التعامل مع الطفل يلي عم يعاني من صعوبة بالتعلم لعدة أسباب. تمام، هلأ أنا هذا الموضوع ما فيني أحكم على طفل أنه عنده صعوبة تعلم غير ما يكون مغطي الجانب النمائي. دائما نحن منغفل عن هذا الموضوع وأنا بحب كثير ركز عليه، أنه نحن أول 5 سنين من عمر الطفل هذا اللي أنا ما بشتغل لعلمه، هي أكثر شيء نحن بنعاني فيها، أنه نحن بدنا نعلمه أنه ما عم بيكتب، ما عم بيعرف يمسك القلم، ما عم بيعرف ينقل منيح الخطوط. هلأ أنا هون ما بتجه أكاديمي وبركز عليه، لا برجع خطوة لورا وباخد الجانب النمائي اللي هو بالأساس اللي بيوصل لهي المشاكل. شو يعني الجانب النمائي؟ يعني أنا انتباه، تركيز، ذاكرة، تمام، الإدراك، التآزر. التآزر يعني كيف بيقدر يآزر بين إيده وعينه لينقل مثلا كلمة معينة، كيف ممكن ينقل أشياء. فأنا ببلش دائما بخطوات بسيطة اللي هي بعتمد فيها التعلم عن طريق اللعب، اللي قبل ما مسكوا الألم لا بعطيه معجون يشكل لي فيه أشكال. هي نقطة مهمة يمكن تماما، هذا لازم يكون توجه كل الروضات. تمام، لأنه عم نشوف كتير من الأهالي مثل ما قلتي هي نقطة مهمة، طريقة تعليمهم مثل ما قلتي بالبداية بالألعاب، وكتير من القصص الجميلة للطفل بتروح. يعني بنلاقي بالسن الأول من الروضة أو الثانية، يعني عندك 3 سنين في أحيانا أهل
التعليم بشكل مستمر، يعني بفوت على الابتدائي بالأول والثاني ما حابب، يعني بيصير عندك في مشكلة بصعوبة بالتعلم بعدين، يعني بنشوفها بالثاني والثالث والرابع. هي المشكلة كمان سببها يمكن إصرار الأهل على أنه ابني من الأول بدي أعلمه جميع الأحرف، أنه ابني عمره 5 سنين بيعرف يكتب كتير للحروف وبيعرف يحكي إنجليزي وبيعرف يحكي فرنسي. قديش هون كمان هي نقطة مهمة لازم نعطي بعض النصائح للأهل بخصوصها. هلأ بعمر 5 سنين أو 6 سنين رح يتعلم الطفل، ممكن يتعلم لغة وتنتين وثلاثة وممكن تتطور مهاراته، بس أنا بالسنين اللي قبل ما أوصل لهالعمر 5 سنين أو 6 شو أمنت له؟ شو النشاطات اللي قدمت له إياها؟ كيف كان تعليمي له؟ هل هو بس تلقين؟ إذا كان تلقين ما رح بيحصل شيء، إذا كان فورا أنا مو بالتدريج مسكته الألم فأكيد ما رح يكون حيوصل لمراحل بالجامعة وخطه لسه سيء أو بتجعه إيده وقت اللي بيمسك الألم وبيكتب فيه. فهي فعلا هي المرحلة المعسية بهي الـ5 سنين اللي أنا بقدر أشتغل فيها بطريقة مناسبة. مو ضروري كل اللغة مهارة، مثل الموسيقى أنا هيك بعتبرها مثل الموسيقى مثل الرسم، مو بالضرورة كلنا نكون بنفس السوية، مو بالضرورة كلنا نتقن أكثر من اللغة. المشاكل اللي بتكون بتظهر بهذا العمر أنه طفل لسه حكيه مو كامل أو عنده مخارج حروف لسه ما لها صحيحة، فالأم بتصر أنه هي بدها تعلمه إنجليزي تضمن له مستقبله مثلا. فأنا بقول لا، علميه عربي، يعني خليه ياخذ تمارين نفس، ياخذ تقوي له جهاز النطق عنده ويلفظ العربي منيح ويتواصل معك بلغتك اللي انت بتحكي فيها بالبيت، بعدين بننتقل على اللغات الثانيه، والا المشكله بتزيد وبتتوسع، بنصير نحن بمشاكل بسيطه ممكن بدها تهيئه بس جهاز النطق عنده لنفوت بمشاكل ثانيه، وحتى حتتعلق بقله الثقه بالنفس، بمشاكل ثانيه متجهه نفسيا اكثر. يعني اليوم رندا أعطتنا لمحة مفيدة عن كيفية التعامل مع الأطفال وقت يدخلوا للروضة إن كان الأهل ولا الأطفال. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم. الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديب، شكرا لوجودك معنا. يمكن الحديث عن عالم الأطفال واسع جدا، بس حاولنا نلخص بعض الخصائص الهامة في عالم الأطفال. شكرا كثير لك. شكرا لك.